ليك. وصلت هيفا على المفان بيك واكيد لواتساب كلمه حصريه، شو رايكم نفوت على الكواليس ناخذ منها كلمه قبل ما تفوت على المسرح؟ يلا هيفا، يعطيك الف عافيه. الك زمان ما طلعتي على الاو تي في. اول شيء اهلا وسهلا فيكي وان شاء الله تكون صيفيه كلها موفقه. ميرسي سيرج واهلا فيكم. حفلات كتير كبيره عملتيها بلبنان وهلا مكفيه بكتير حفلات، شو بتقولي للجمهور الكامل الكله اجى اليوم تيحضر هيفا ولحقوا اليوم بالمفان بيك؟ طبعا مبسوطة كتير لأنه كتير في عالم، ومبسوطة كتير أنه بلبنان السياحة حلوة يعني الحمد لله رغم كل الظروف اللي عم بتصير، ومتشوقة أنه ألتقي مع جمهوري على المسرح. زمان قلت انه حيصير في محاولة تانية مع ديفيد فانديتا، في شيء قريب؟ لا، في يعني ألبوم جديد نازل وفيه قصص كتير حلوة، موسيقى حلوة، ما بعرف إذا هلأ لازم نحكي عنها بس انه أكيد في أشياء جاية على عيد إن شاء الله، عيد الفطر بعد شهر رمضان. بتحبها هيفا وهلا ناطر الجمهور اللي هتغني له اياها بعد شوي. سمعني شام بتقلي هاي، سمعني بحبها كتير كتير. عن جد مثل ما قالت هيفا على المسرح حسها اليوم كانه عيد، وعن جد كانه عيد لانه كلهم مبسوطين لما تكون هيفا عم تغني. ومن واتساب مثل عاده النجوم كلها نمبر 1 بس على واتساب. خلينا نرجع. واتساب او تي في، احضروني على الاو تي في هيفا.